احنا انتصرنا الفنان التونسي بسبب انه نحبوا المهرجان يكون يعني مهرجان تونسي بالاساس دون ان يفقد يعني الميزه نتاعو الاساسيه اللي هو مهرجان قرطاج دولي بامتياز. احنا نحاولوا دائما باش يكون عرض الافتتاح عرض تونسي، ولقينا عرض قاعد يحضر فيه الفنان الكبير فاضل الجزيري، وان شاء الله يتوفق باش يقدم لنا عرض جيد. انا اللي نقوله للجماهير مرحبا بكم، يجاو راهو برمجه ثريه، برمجه متنوعه، معناها كل الاذواق موجوده، تنجم تلقى فيها زوز ثلاثه اربع عروض تهمهم، مرحبا بهم. واحنا باذن الله سنحاول تنظيم عروضنا على احسن ما يرام في احسن الظروف.